المزيد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. برحب بحضرتك معنا دكتور هشام عبر شاشة أكسترا نيوز. أهلا وسهلا بك. يعني دكتور هشام، نتحدث الآن عن انطلاق مؤتمر الاقتصاد المصري 2022 بعد غد الأحد لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد في مصر واقتراح سياسات وتدابير اقتصادية يعني تهيئ المجال وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين في مصر. وحقيقة يعني نظرة سريعة كده للمؤتمر وأهدافه، فاحنا شايفين إن المؤتمر ده فيه أهداف توافقية على خريطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة. والمفروض المخرجات بتاعته انه هيحصل فيه يعني اقتراح سياسات وتدابير واضحه بتسهم بشكل كبير جدا في زياده التنافسيه وزياده المرونه في الاقتصاد المصري وتنوعه. وبرده المفروض يكون من المخرجات اللي طالعه من المؤتمر ده ان هو هيتم فيه الاعلان على شويه حوافز لقطاع الصناعه وبرده المصدرين عشان تحقق مستهدفات قوميه. ده الكلام اللي هو المفروض نخرج بيه من المؤتمر. طبعا في مشاركه كبيره جدا في المؤتمر وده بيدل على اهميته. وبصراحه انا شايفه يعني في الوقت اللي هو ماشي فيه مع الحوار الوطني، يعني كده انا شايف ان هو في خريطه كبيره جدا بتترسم بالدوله المصريه الجمهوريه الجديده، بتتحط اركانها بشكل احترافي وشديد الاستراتيجيه. انا شايف برضه ان المؤتمر ده بيمثل فرصه كبيره جدا لتبادل الافكار مع كل الجهات المختلفه، وبنبحث من خلال المعوقات والفرص والحلول لزياده حجم الاستثمارات اللي بتساعد طبعا عشان تدفع عجله الاقتصاد في ظل طبعا الوضع اللي احنا موجودين فيه العالمي والوضع الاقتصادي. احنا بنقدر نقول دلوقتي ان الدوله المصريه بتاخد ملحمه، يعني وضع اقتصادي شديد السوء على مستوى العالم، واحنا محتاجين ان احنا نتعاطى معاه بجدية كبيرة جدا. دكتور هشام، يعني كيف ترى جهود الدولة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشركات الناشئة كذلك؟ طبعا انعقاد المؤتمر بدعوة وتحت رعاية الرئيس السيسي بيؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة التحديات والمعوقات اللي بتواجه المستثمرين والاقتصاد المصري. وبالتالي المتوقع ان مش هيكون المؤتمر ده يعني مجرد مكلمه او سوء اعلامي دون ايجاد حلول على ارض الواقع. ان احنا متعودين من السيادة الرئيس الحاجات اللي بالحجم ده او المستوى ده بعدها تحصل فيه تغيرات كبرى في الواقع اللي تم تناول فيه الموضوع. فانا اتوقع ان الكلام ده هيكون فيه حلول على ارض الواقع لجذب استثمارات محليه واجنبيه، وهيساعد بيئه الاعمال والمشروعات المتوسطه والصغيره ورواد الاعمال، تكون في قوانين. وانا شايف انها هتسود حاله، يعني في حاله من التفاؤل عموما بتسود اوساط رجال الاعمال وجماعات رجال الاعمال والغرف التجاريه والمجالس المتخصصه بالمؤتمر اللي ممكن يحققوا من مكاسب. هنقعد كلنا مع بعض نشوف ايه المشاكل اللي مش مخليانا عارفين ننطلق الانطلاقه الكبيره بعد المجهودات اللي ابتدت في ال10 سنين اللي فاتوا من تجهيز بنيه تحتيه جاذبه للاستثمار الاجنبي، تجهيز بيئه الصناعة، حل إشكالية الطاقة عشان مسألة الصناعة والمصانع. احنا عملنا مجهود كبير جدا في ال10 سنين اللي فاتوا، محتاج الكلام بقى ده نقلة بقى تانية عشان مصر تتوضع يعني توضع في مصاف الدول المصنعة والمصدرة والجاذبة للاستثمار. لولا الحاجات اللي هي حاصلة كانت حاصلة في البنية التحتية، يعني القاهرة كانت خلاص مش عارفين نتحرك. الطاقة كنا على مشارف، يعني احنا كنا عندنا مشاكل في إنارة البيوت فضلا عن المصانع، في مشاكل في كل قطاعات. دكتور هشام، بالحديث عن الاستثمارات الأجنبية، يعني كيف تثمن يعني أداء المؤتمر والمحاور التي من المفترض أن يناقشها في تدعيم فرص وفتح آفاق جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لاستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى داخل مصر؟
هو الاستثمار عشان يجي من بره هو لازم بنوفر حاجه اسمها بيئه جاذبه للاستثمار. صحيح. FDI ده او التدفق الاستثمارات الخارجيه دي، وهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه. احنا بنقول دلوقتي انت لما هتيجي تشوف مصر دلوقتي كبنيه تحتيه، احنا بنحاول نكون في مصاف الدول اللي هي العالميه فيما تحقيق شروط الاستثمار. عايزين نخلص الاوراق بتاعه المستثمرين اللي جايين بسرعه مقارنه، مش بالنسبه لمصر، مقارنه بالسرعه العالميه. البنيه التحتيه بتاعتنا لازم تكون جاهزه، بيئه الاعمال تكون، القوانين تكون جاهزه، المناطق الصناعيه والمشاريع اللي قابله للاستثمار تكون جاهزه ومحدده. فاحنا عايزين نقول ان احنا عملنا جزء من الهوم ورك بتاعنا، واحنا بالنسبه لنا رايحين نكمل الكلام ده باعلان الشراكات. القطاع الخاص محترم جدا في مصر وشريك في عمليه التنميه وشريك في ملف الاقتصاد. طب يلي تعالى بقى جاي من بره، احنا بنجهز لك بيئه، ومصر فرصه كبيره جدا يعني في موقعها اللي موجود، العدد اللي موجود المؤهل للعمل. احنا لينا رغبه جاده، عشان كده احنا بنجهز البيئه السياسيه، بنجهز البيئه الاجتماعيه لاستقبال الاستثمار. يعني مصر يعني حياه او موت بالنسبه لها، قضيتين اساسيتين، يعني احلال الواردات ان احنا لازم نصنع، عشان قضيه العمله الصعبه دي بالنسبه لنا مهمه جدا. الحاجه الثانيه بالنسبه لنا جذب الاستثمار الاجنبي اللي بيقعد، مش هوت ماني يقعد يحط فلوسه عندنا شويه ويجري. احنا عايزين صناعات تقعد بال 50 سنه وال 100 سنه ونوطنها وتربي لنا يعني كوادر اقتصاديه وسياسيه وصناعيه كبيره، وده اللي جربناه من خلال الشراكات اللي جت. يعني مثلا في قطاع الاتصالات كانت حاجه مهمه لما دخلت اول الشركات العالميه ودخلت، وبعدها مصر بقت وطنت الصناعه دي وبدات تصدرها فيما يتعلق بقضيه الاتصالات والخدمات. فمصر جاهزه جدا ان هي بالنسبه لها يحصل فيها ان هي تعدي دول كتير موجوده في المنطقه، عندها فرص كبيره جدا. انا شايف ان طريقه التفكير في المؤتمر الاقتصادي ومحاوله ايجاد الحلول للمشاكل الجذريه العميقه والاعتراف بيها، يعني احنا دلوقتي بنقطع شوط كبيره جدا، واتمنى ان الخطوات دي تكلل بالنجاح، لان احنا يعني الى الان يعني ما يعني لم نحصل على ما نستحقه من فرص اقتصاديه واستثماريه حقيقيه. احنا احسن بكثير جدا من دول اوضاعها اصعب مننا بكثير، وهم قطعوا اشواط عدتنا. احنا في المؤتمر ده خطوات العمل السادس الرئيس بنيه تحتيه قطعنا فيها اشواط كبيره جدا، حوار وطني شغال. المؤتمر بقى ده لو كل اللي طلعت بقى بالقوانين اللي حلينا بيها مشاكل الصناعه في مصر واحلال الواردات، وعرفنا بالنسبه لنا نحل مشاكل الاستثمار ده، انا في تصوري هيكون بدايه لانطلاقه الجمهوريه جديده فيها فرص عظيمه جدا في الدوله المصريه. انا بتوجه اليك بجزيل الشكر دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه على هذه المداخله، شكرا جزيلا لك.